بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أين نحن منك ومن صحبك؟ كيف أعبر لك عما جال في فؤادي من حب وشوق وحنين وعطش للارتواء من يديك الشريفتين؟ ولست أنا أبا بكر رفيقك ومن صدقك حين كذبوك، ولا من آنس وحدتك حين كنت في الغار، ولست بلالا الذي أجهش بالبكاء حين أذن لأول مرة بعد وفاتك، ولست عمرا الذي توعد بقتل من قال أنك مت، ولست عليا الذي نام في فراشك ليفديك بروحه، ولست من الذين هاجروا معك إلى المدينة، ولست من الذين آخيتهم، ولست من الذين بايعوك تحت الشجرة، لست كصحبك الذين غزوا معك وشاركوك النصر والهزيمة، ولكنني يا رسول الله من قصصهم وحبهم لك أعتبر.